السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة أسماء للتفصيل، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله هنشوف فكرة الشال ده النهاردة، اللي هو على شكل جاكيت من الأمام، أما من الخلف فهو شال. أنت هتشوفيه كده من قدام كأنه جاكيت، لكن لو لفينا المانيكان كده هنلاقيه هو شال. بص كده من الجنب لما أنا فتحته كده، أهو شال أهو. الوقت نشوفه من الخلف. طبعا الخامة الصوف زي ما حضراتكم شايفين كده وبرية، ده شكله من الخلف كده زي ما حضراتكم شايفين شال اهو. تعالوا بقى كده نشوف خطوات العمل. بالنسبة للشال ده كده يا جماعة هنحتاج مترين قماش، بس المترين القماش مش هتاخديهم كلهم لوحدك، هيكون معاكي حد مشترك فيهم. يعني لو ده كده من هنا لهنا متر، ومن هنا لهنا متر، وده كده عرض 150، هتاخدي القماشة بتاعتك كده وتقسميها من النص كده. هيبقى ده كده الشال الواحد، الشال الواحد كده هيبقى 75 سنتي، وكده مترين، ده شال وده شال، عشان كده بقول اتنين هيشتركوا فيه. طيب انا كده طبقت القماشة بتاعتي اللي هي المفروض كده 75 سنتي وكده مترين، اهم مطبقين طبقتين، فاصبح كده متطبق طبقتين، بقى معايا كده متر وكده 75. بعد ما طبقته طبقتين هنتني منه 20 سنتي كده، ده هيبقى 20 سنتي، والجزء اللي هتنيه ده هتبقى الكمام بتاعت الجاكيت بتاعت الشال. بس وكمان دي هرجع اقصر منها 20 سنتي يا جماعة، بس الاول هناخد المقاس كده 20 سنتي، هاخد كده هقيس 45 سنتي، وهنقص المقاس ده، هنقصه كده هنشقه، يعني هنعمل شق كده بطول 45 سنتي. الجزء اللي انا قصيته ده هيبقى كمام الجاكيت اللي قلت هقصرها بعد كده، هقصر منها 20 سنتي. والكمام دي يا جماعة مش من فوق، من تحت في الديل بتاع الشال، قصدي في الديل بتاع الشال. طبعا الكمام دي بتتخيط بعد كده من الجنب، وهيتركب لها اسورة. الاسورة هنجيبها اهي من قماش تريكو، هنقص اسورتين على قد حجم الايد، خلاص الاساور اتقصت هتبقى تتركب في الكم. بس بعد ما قصروا شوية والكم بيتقفل كده من الجنب، الكم هشيل منه 20 سنتي، اما الطول من قدام كده هبقى محتاجاه كله في الشال من قدام عشان يبقى طويل. بالنسبة للكم عايزة تقلل عن 20 براحتك، لو انت محتاجاه كم اطول من كده، لكن انا هشيل 20. اول حاجة يا جماعة هنعملها في الشال ان احنا هنقفل الكم ده، الجزء ده كده هقفله، والطرف التاني برضو ده هنقفله. بعد ما قفلت الاكمام بتاعته هاجي للاسورة وهقفلها هي كمان من هنا، هقلبها على وشها كده، وهيبقى ده الظهر بتاع الكم، عدلة القماش لجوه اهي.
هدخل فيها الاسورة كده، واراعي ان خياطة جنب الاسورة تكون مع خياطة جنب الكم، ونشدها كده على بعض، نشدها كده بحيث يبقوا الاتنين قد بعض، ونخيطهم، هنخيطهم كده. خيطناها اهو كده يا جماعة، نقلبها كده على الوش ونشوفها. تعالوا نخيط الكابيشو كده يا جماعة أو الزمت. كنا قصين قطعتين قماش أهم، هنجيب القطعة القماش الشريحة دي هنخيطها بين الاتنين، بين القطعتين كده. وده زي ما قلت اختياري، الزمت ده ممكن تعمليه أو ممكن ما تعملوش، لأن هو كده يعني الجزء اللي باقي ده مش كبير يعني، لكن زي ما تحب تعملي. بعد ما خيطت دي كده هجيب الطرف التاني، شايفين كده الاول اهو، هجيب الجزء التاني ده وهخيطه برضو كده. اتخيط اهو، هعمل علامة كده في نصه. وهجيب نص الشال، مش من الناحية اللي فيها الكمام، الناحية اللي فيها الكمام دي هتبقى من تحت يا جماعة، دي كده هتبقى من تحت، لكن الشال اللي الكابيشوه هيتركب في الجزء اللي هو ده اللي فوق. هنصف كده القماشة بالظبط كده، هخليها من النص، وهعمل علامة هنا برضو في نص الايه القماش، وهبدأ أحط الزونت هركبه عليه. هحط طبعا وش الوش كده وأخيط. هقلبها كده عشان نشوف هيتخيط كده. دي العلامة اللي احنا عاملينها هنا اهي، هحط كده ده الزنط او الكابيشو اهو، وهخيطهم هنا كده اهو. وزي ما قلت ده مش في الجزء اللي متني اللي من تحت، اللي هما كانوا 20 سنتي وتنيناهم من تحت، دول الكمام هتبقى من تحت مش من فوق. نخيط كده ونشوف. نخيط اهو كده يا جماعة، ده كده شكله يا جماعة بعد ما تخيط. هنشوفه دلوقتي في اللبس، بس شوفوا الكمام من تحت ازاي، ما هياش من فوق عشان ما يتقلقوش ان بتلبس كده من فوق، لا الكمام هتبقى لتحت والكابيشو ده من فوق. ده كده الشال بتاعنا اللي هو على شكل جاكت، جاكت من قدام اهو، بكل شال وله زنط اهو، وكم فيه اساور، لكن من ورا شال، لما هنلف المانيكان دلوقتي هنشوفه. وده شكله كده من ورا، شايفين من ورا شال، ولكن من قدام على شكل جاكت. يا رب الشرح يعجبكم ان شاء الله وتنفذوه بكل سهولة. ان شاء الله هنتقابل في موديلات تانية جديدة، انتظروني. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.